أهلا بيكم وتغطية خاصة من حفل توزيع جوائز الترفيه الأضخم في الشرق الأوسط، حفل جوي أوردز. مفاجآت كتير ولقاءات خاصة كانت مستنيانا في حفل جوي أوردز النهاردة من الرياض، الحفل اللي جمع عدد كبير من النجوم والمؤثرين من العالم العربي والعالم كله. السعودية عالمية اليوم، احنا بنشوفها في تطور رائع جدا ومبهج جدا. الله يعطيكم العافية، وإلى الأمام وإلى الأمام وإلى الأمام. الرياض اليوم يشع بالفرح والسعادة. جوي أوردز العالم كله جاي هنا. Oh, it's amazing. I feel very joyful and I feel very honored to be here. Big Hollywood stars، مش هقول لك مين لأنه مفاجآت، بس في نجوم من كاليبر قوي كتير الليلة معنا على الكاربت. حدث صعب وصفه، يعني يتفوق على الخيال حتى حقيقة. والله حاجة جميلة جدا، ومبسوطين إن احنا هنا، وشيء جميل وتنظيم جميل جدا جدا بصراحة. عالمي معربي ما شاء الله عليهم. كتير فخورة إننا عزمت هالسنة، وكتير حلو كتير حلو عم نشوف هيك شيء بوطن العربي عن جد. بيبقى في ناس بتقابل بعض بقالها كتير ما تقابلتش، في ناس ما شافوش بعض قبل كده في حياتهم، في نجوم عالميين بتتعرف عليهم، مخرجين عالميين، يعني بيبقى فرصة للتعارف. هنيئا هنيئا للسعوديين صراحة. شيء بيرفع الراس، شيء نفتخر فيه. قال علي المدفع الفنان القدير أثناء تقديم الجائزة له، قال الحمد لله أني سعودي، فالحمد لله نحن سعوديين. خلال الحفل تم تكريم عدد كبير من الشخصيات الفنية الهامة في العالم العربي وكمان في العالم كله. الجائزة ليها وهج، ليها احترام، ليها قيمة، ليها ثقل. دي أهم حاجة على فكرة في الجائزة، لأن أنت عندك كل سنة مليون جاية بتدي جوائز، بس الجائزة دي بقت غير أي جائزة تانية. مبروك أبو ربيعة، مبروك يا بطل. الحمد لله رب العالمين، ألف حمد وشكر. عادل إمام حدش تقارن بيه ولا حد يبقى معاه، الأستاذ يستحق كل التكريم كل الوقت. الحمد لله، هي نعمة من عند الله، ما أنا لأنه بحبهم وبس على أسعادهم وعايشة لأسعاد الناس. أقول لها مبروك، ألف مبروك، ومستنين الأكتر والأكتر والأكتر، ويعني دايما أنت الحياة بتبهريني أنا شخصيا، بالرغم أن أنا حافظك صم، بس كل مرة بتبهريني. نجاة الصغيرة، يعني بصراحة أنا الحاجات دي بتأثر في قوي. يلي ماله حدا بيضل عم يركض، وأنا ضليت هيك عم بعمل، وفجأة أنا بحس حالي لما بتكرم أني كأن وقفت مشان حدا يقول لي يا هدي يا شكرا. ما بعرف أقول لك شكرا. طبعا دي جائزة كبيرة جدا وجائزة مهمة جدا، وشرف لي أن أنا أكون مرشحة للجائزة دي النهاردة. لو ما فزت أنا مجرد ما وصلت لهذه المرحلة، هذه يكفيني فخر وفوز بالنسبة لي للأمانة. نجم النهاردة كريم عبد العزيز كسب، الممثل المفضل في الوطن العربي، تقولي له إيه؟ هقوله أن أنا بحبك وبموت فيك حبيب قلبنا كلنا. يعني كسب أو ما كسبش هسقف له برضه، وهو يستحق. وعلى اللافندر كاربت أو السجادة الخزامية عاش الفنانين لحظات خاصة مع كاميرا سيدتي. أقول لها قول تاني السؤال. قالت لك بحبك على المسرح، لازم ترد. أقول لها بحبك هنا بقى في الكواليس. جائزة جائزتين، وجود الزوج والمحب. إيه أكيد، هي جائزة مشتركة لأنه أنا ما كنت عملت هاد كله لولا جوزي. إيه أهم سر وأهم أساس مبني عليه ما شاء الله البيت؟ الفطار. الطريق لقلب الرجل معدات الفطار. إيه يا حبيبي تقولي على الكلام؟ طبعا أنا أأيد زوجي وأقول له كلامك صح، ولو أني ما كنت مركزة كنت أسلم. وإنت تحبي البيبي ياخد إيه من رحمة؟ إيه ده كل حاجة. إيه والله طبعا حاجة. إيه والله حنين، ألكسندر حنون جدا جدا جدا. إيه أهم المزايا الموجودة في نيكولز؟ متعددة النيكولات. هذه إحدى الأسباب والله، هذه فكر فيها. بدك مجهود من طرفين، وبدك تجي على نفسك وتتقبل أشياء. 30 million people find her special, so أكيد I'm gonna find her special. كل شيء فيها special. But she finds you special. Of course I do. My future husband. المميز في هشام اللي خلاك تقول أنا هأتمن بنتي، هأتمن الشخص ده على بنتي. هشام راجل راجل راجل، هيحافظ على بنتي. دلوقتي هو بيسألني ليه سيدتي بتسجل مع رجالة؟ يعني ده سؤال انت ممكن تتوقع ايه؟ يقول المرأة كل المجتمع، احنا قلنا الراجل زي المرأة، هو ليه بيفرق دلوقتي؟ يا عم احنا بس دي الليلة مفترقة وربنا يسهل الامور. في سيدات بقى معدين هناك، الاستاذة رانيا يوسف اظن دي اولى. اقول لكم على حاجة بصراحة، والله اسرع حد بيجهز النهاردة، ما جهزتش فيك والله اسرع حد بيجهز فعلا. هلا في شغلة ما كتير بيعرفوها على التي في، عنده سايد يعني كتير بحب المزح، يعني مش كل شيء جاد عنده، so he's a fun person. يعني كسر أشياء، ولا هلا من هون رايحة أول شيء على باريس،
وبعدين على بيروت لكمل تحضيرات قصص قصص كتير حلوة. طبعاً مع اقتراب موسم دراما رمضان، أغلب النجوم المشاركين في دراما رمضان كشفوا لنا تفاصيل خاصة عن أعمالهم الدرامية اللي هتعرض في رمضان. تعالوا مسلسل في رمضان اسمه أحمد بن عمر بن خالد بن زحف. خالد نور وولده نور خالد. إيه بقى الموضوع؟ هو كده دايرة كده مقفولة، إحنا قافلين على بعض دايرة كده. ده مسلسل هيبقى جامد جداً، الاسم أصلاً ملفت. محمد أمين وشيكو، إيه ده أنا مجموعة؟ ده شغل جامد، شهادة خلاص أحمد إيه؟ اه طبعا ده اسطوره، ده ومعانا المخرج الكبير استاذ محمد امين، طبعا ده شرف لي انا اشتغل معاه. ابن شيكو الاسم حسسني بكده. لا 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 لسه المسلسل ان شاء الله لما تشوفوه تتفاجئوا بيه ان شاء الله. سر الهي في رمضان مظبوط توعدينا بيه ان شاء الله؟ اوعدكم بمسلسل يكسر الدنيا ان شاء الله باذن الله يا رب كده. اثبات نسب في رمضان لسه يعني دخلنا نصور طبعا بقالنا شويه، ويا رب يقدرنا ان احنا نخلص المسلسل يعني في الوقت المناسب ويتعرض في رمضان ان شاء الله. مسلسل محارب انتاج الاستاذ احمد السبكي، تاليف الاستاذ محمد سيد بشير، اخراج شيرين عادل. الله في نعمل افوكاتو مع مي عمر ومحمد سامي، وفي محارب مع حسن الرداد وشيرين عادل ان شاء الله. ده افضل عمل انا قدمته في حياتي لحد دلوقتي، وان شاء الله ان شاء الله رب يلاقي النجاح اللي يستاهل. قلتي معانا في سيدتي ان انتي مش في رمضان الجاي والناس كلها زعلت، وانا كمان زعلانه، بس معلش معلش ان شاء الله السنه اللي جايه احلى. لا والله يا رمضان هدا استراحه، ان رمضان ان شاء الله هنشوف حضرتك. هم يضحك هم من يضحك اللي تبي. سمعنا ان في كم العدد اثنين استاذ جمال سنان قال ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله. وعدينا بايه في كم العدد؟ اوعدكم تشوفوا حاجه حلوه ان شاء الله يا رب تعجبكم. بدي اقدم لكم مسلسلي اغمض عيني تراني. متحمس كتير لهالمسلسل لأنه بيحكي قضايا قضايا كتيرة، وفي قضايا هزت الوطن العربي. لا رمضان السنة دي أجازة، بس تشوفوني في العيد إن شاء الله فيلم أهل الكهف. أوكي، هو العمل اسمه خيوط المعازي، وعمل اشتغلنا عليه من العام الماضي، وهو جاهز الآن للعرض إن شاء الله في رمضان على MBC. صوري المعبر مع مكسيم خليل مظبوط مع النجم مكسيم. نحن عم نعمل مسلسل 15 حلقة إنتاج فعلكم فيلم، إخراج يزن شربجي. قاعدين نصور حالياً مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، أنا اللي مسيطرة على الزوجات. أستاذ ياسر جلال ألف ليلة وليلة شهريار، وأنا بعمل شهرزاد. يا رب يطلع عند حسن ظنكم. دي كانت أبرز فعاليات حفل جوي أوردز 2024. انتظرونا دايماً في تغطيات خاصة وحصرية فقط على سيدتي.